يقول أتيت من بلدي إلى مكة للعمل بوظيفة، لكن قبل خروجي من البلد كنت عقدت النية أن أحرم من الطريق لأؤدي العمرة، لكنني لم أو لم يذكروا مكان الإحرام ولم أسأل، وبذلك لم أحرم، وجئت إلى مكة وأقمت فيها 3 أيام فأديت العمرة، هل علي فدية؟ إذا كنت أحرمت من مكة عليك فدية، أما إذا كنت رجعت إلى الميقات الذي تعديته وأحرمت منه ليس عليك شيء، أما إذا أحرمت من دون الميقات الذي تعديته يكون عليك فدية والعمرة صحيحة. نعم.